كلش كان لا سامحني هذا الحكم نتاع 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 رجاجيل موت 23 في قصر يحكموا عليهم كيفاش كاين ب 10 سنين بالنسبه للمحكمه العسكريه وانا محكمه مسرحيه ما يتم عسكريه كيف قال لي كيف حكم حكم ما عنده حتى قيمه بتعود انا القضاء العسكري مازال يتحكم فيه في العمار القضاء العسكري ما هوش ما هو قضاء يعني مسيس يمشي بالسياسه على الزمان وشي العمار هو اللي متكلم عن الناس كل اللي خالف شي العمار بسيبكم كل سايبه اما السرياتي سايب المسرح يجي يسيب هذا من قالوا لي انا ما نعرف الحقائق خافوا لي يفتحوا هو نفسه لو كان الدنيا هو بنفسه باش يتحاكم لانه هو الاكبر الاجرام كل عملوه هو اكبر مجرم المسرح شي العمار اكبر مجرم هو اللي خاف يقولوا عليه قال انت بتاخذوا احكام مخففه حتى نحكموا عليهم بتحكموا عليهم احكام مخففه ومن بعد احكام مخففه بالاستئناف يتيح يولي عامين ثلاثه من بعدين نسيبوكم وهذا القحاب تسيبوهم شغل جيد احكام ثم احكام هي في المحكمه العسكريه احنا نطالب حاله واحده الغاء هذه المحاكم العسكريه وتعويضها بمحكمه ثوريه تكون فيها قضاه نزهاء قضاه شرفاء ويحكمون بالحق لا طالبين باش هذه تظلم ولا هذا بتظلم ضروره يعني شخص عامه استثنائيه حول المحاكمات والمطالبه بان القضاء العسكري يعني يسلم هالمحاكمات هذه من الحاجز الزياده دولة العيون معناها عباره على فاروق تاع الجيل قاعد حاله على كبيره على كبيره وعلى هذه على كبيره هذه معناها شو بدي لك كيفاش تكتب ابشع كتب بكتب ابشع كتب وبيت هو نهار 10 بيت الليل يهز الوقت ويهز المجاريح كان حب ديماغس يخدم عليها بيت يكافح المجاريح والموتى ينقذ فيها وهم يضربوا عليه برصاص الناس لهم تغدوا نهار 10 في الساعتين فهمتي علاش كيفاش هو يعتمد علينا وهو ما يخدمش يبنوا كل الكل في الكل هذا الواجب وهذا لكن ربي ما هز مع الله كان الحق نحن محكمة الكير انا هكا ضميري ومخي يا بايعين ها كل حد يا بايعين ها فهمتي لا همش شوف الكتب تو يدوروا الضرب واللي كانوا مربطة سايبوهم هذا اللي سايبوهم من الجرمان من بعد يدوروا عليكم من بعد يدوسوا عليكم ولا على ذريك فهمت كما دافع علينا نحن يدوسوا عليكم والسلام عليكم هذا ما يتوقع شرعية المكتسين نقول المحاكم العسكرية أصبحت مهاد أصبح تمثيليات يقودها كل صدر شي العمار قول له احنا ما خبوش معلش نشرب شي العمار هو اللي سايس المحكمة هو اللي يحكم المحاكم هو اللي يعمل كل شيء احنا يا سيدي احنا مطالبين بالغاء المحاكم الروحة في كيف لان المحاكم مهاد احكام مهاد وطالبين حاجة أخرى احداث محكمة ثورية تولي الأمر هذا يعني باش تحكي لكل ذي حق الحق احنا ما طالبين باش الزباب باش في ذلك لا احنا نحب كل واحد يحكم حق اللي عمل لي خمس ونحكم بما انزل الله ربي يحكم قتل القلب العالم بعيد خمس من قال قتل العالم بعيد تمام هذا قتل اذا كان وجود بعد قتل يقتل ما يعلم كما مثلا يقول لي مثلا مش عادي ولا كذا هذا انسان جد يجي قتل عمد وتقول لي مش عادي عليه في زياده هم الان يودونا عام القبل نقصونا الحجر الحروب اللي قاعدين نعيشوها دقيقه بدقيقه اللي لاحظناه من اخلاق المحاكمات والارهاب اول حاجه وقع تغيير البحث الابتدائي الذي يعرف المجرمين وذلك اتمنى 90% نكون مرتاحين اكثر اما نشوف ولدي انا ميت وما نعرفكم قتلوا ولا ولدي مسروق وما نعرفكم ضربوا والحاله المسؤولون يعرفون واحد بواحد ويوم بيوم وساعه بساعه وبارك الله فيك. مش طالع خرجوا. سمو العجيني وقت اللي تخلى علينا اللي لفيت العجيني اللي تخلى علينا
موقفين حد على المخرج. عن السريات يا خرج. المعلومة اخبار. السريات يا عدم سماع لكن ما يكفيش ما يكفيش قطع بجانب بقية تكمل المحاكمه. اما اذا القرار من عندكم مضروب وبداوا مش غضوا ومش شديد ومش حتى تجتمعوا خاطر زيها انتم بجانب تحتاج تقولوا لا نعرف التفاصيل ولا المستهيئه مالوش باقي نستنوا. اذا كان هذيك عبرت عليها دوله 90% سياسه لان في تونس العاصمه مش تكون 1000% سياسه. علاش؟ خاطر في تالا القضية الوحيدة وعشتوا بالمتري القضية اللي واضحة واللي عائلات شهداء وأهالي الشهداء جروب المؤيدات تاع الإدانة وقدموا الأدلة وطول المواجهة في تالا فهمي طول المواجهة خلى معناها العباد تعرف بالأسامي منظومة العمل اللي توجد في المرض خلى العباد تعرف بالأسامي. منظومة العفو الدولية كانت مغيب الإعلان كان مغيب. علاش مش ما تخش التفاصيل نتاع المهد اللي الناس الكل وانتم معناها معانا في الاستياد معناها هنا مجمع قضائي مع المراقب مش مجمع قضائي هو كهو باقي هذاك كل واحد ما يعطيش الدقة معناها نطلب مجمع قضائي ومع المراقب. المطلب الثالث يقول لي مع هالمعركة هذه مع المحاكم وكذا ونسيناه وتجاهلناه وهو راهو كان يبعث يبعد شوي معناها على الواقع تاع المحاكم. راهو المطلب الأساسي والأول هو القائمة النهائية تاع الشهداء القائمة النهائية اللي باقية يعني من لجنة لجنة ومن جهة لجهة وهذا ما هوش معقول. في رأيي الرئيس من الهيئة التي كانت تحقق الإنسان مش تشرف على المحاكم النهائية ونزيد أقول لك إنه مش يكون فيها كذلك من نواب المجلس الأساسي. مش يكون فيها من نوابكم علاش؟ لأنه إحنا عندنا لجنة الجرحى والشهداء واللي مش بالضبط هذه القائمة واللي هي كانت من أول المطالب مطالبكم اللي رفعتها اللجنة قالت سيكون بريوريتي ضربت كما قلت بها على طاولة وقالت سيكون بريوريتي وهذا يعني صحيح تم الاتفاق على شكون باش يدرس هذه وهو من حقوقها ومن الناس اللي ناظروا من اجل يعني معروف حقيقه بوزاره الحقوق وباذن الله باش يكون فيها اعضاء من المجلس التاسيسي باش تم في اقرب وقت ضربت هذه القاعده. استاذ محمد هذه كل هذه الملفات اللي ما تعرفوش يا سيدي وهي ان شاء الله توفر كل وسائل انه مش تلقى تعطينا القائمه النهائيه. وطالبين بان الوالدين الان ولا مطلب كان مجرد مطلب عندكم انتم الان ولا مطلب بتاع لجنه مش هو اللي مطلب بتاع المجلس الهيئه الدائره المختصه وتخرج وهذا يلزم الناس كل العائله والاعلام ونحن اساسا باش الدائره المختصه ما تمشيش ما تمشيش فما معناها فما سؤال مركزي كان تبعته الصحابه وكل الناس كل قالوا معناها لكن اذا لم يكونوا هؤلاء من قتل الابناء هذا واحد واذا حكم على الرئيس بالمؤبد فالتحت كل هم كلهم مسؤولين باكثر معنى الكلمه كيف كيف ياخذوا براءه هذايا مش ظلم فقط هذايا استهتار بالدماء ولذلك ولذلك مثل مش صحيح ولا اتصلوا به جماعه الدالب في 11 ونص ونص الليل وجماعه الكازرين اول حاجه قلت لهم الضغط ثم الضغط ثم الضغط دائما ولا بدل الضغط لكن الضغط السلمي فقط وهنا للتاريخ وهم يسجلوا تسجل هذه في المكان هذا للتاريخ معناها انا معناها شهداء تالا والكسرين كانوا في قمه الوطنيه رغم الجراح بتاعهم وقالوا لا مش لانه نحن تحرقنا في قلوبنا نحن